مرحبا يا شباب، كيفكم؟ شو الاخبار؟ عساكم بخير. اليوم في لعبه كتير حلوه اسمها كيك باستردز، وطبعا الفكره انك تضرب الوحوش اللي امامك وتقفز. اصلا اسمها كيك باستردز يعني لازم تضربهم. المهم الفكره وين؟ الفكره انه بيحط لك صعوبات وعوائق وبدك تحاول تجتازها. احيانا بيكون في اكثر من وحش بدك تمشي بينهم وتعمل كومبو. لازم تعمل كومبو، الله يستر. بس بكل الاحوال رح نجرب الجيم. شكرا كثير للناس اللي بتتفاعل، بتكتب كومنتات حلوه، ومو بس هيك، والناس اللي بتطالب نرجع نعمل بث ولايف ان شاء الله باقرب وقت يا شباب. الحمد لله على كل حال، واعطيني لايك واشترك اذا كنت جديد. واليوم خلينا نضرب الوحوش بالقدم. اوكي، دخلت الجيم ورح نعمل بلاي. طبعا انا لعبت بس اول وحده اللي هي التدريب. شوف لعبت بس هي، شايف؟ وبيحكي لك الاوقات. طيب انا خليني افرجيك هي وتاخذ فكره فيها. تمام، تمشي، فيك تقفز، وفيك تضرب. تمام، مو بس هيك، بدك تمشي تحتك بيكون لافا، بدك تقفز هيك، ولما يطلع لك وحش بدك تضربه بضربتك. اذا ضليت كابس تمشي بسرعه. انتهى الليفل الثاني، ومو بس هيك، اتطلع في عندك اوقات. اول نجمه 9، ثاني نجمه 8 و25، وثالث نجمه 57، واذا كنت جيمر على اساس 6 و46. بصراحة يبدو انه الموضوع صعب. خلينا نرجع نلعبها ونحاول نجيب اقوى رقم. تعال نشوف، يلا اركض، حاول نجيب اقوى رقم فيني عليه. ثمانية وتسعة وستين، يعني فعليا لسه بس اول نجمة. يا ترى شلون فينا نجيب ارقام تانية؟ مو مشكلة، خلينا نشوف الليفل اللي بعده. ايوه شوف الليفل اللي بعده، تطلع تبتدئ مع وحش. اوه صار في يمين ويسار. اوكي شوف، الو مو حلو. اوه والله فيني اطلع. اوكي بس متأكد هيك صح؟ ما بعرف، حاسس في شيء خطأ. هذا الليفل الثالث وهيك. اوه شايف، اذا وقعت فيك وين؟ طيب بحاول اختصر الطريق قدر الامكان، يمكن هي لازم ملفها كمان، يمكن لازم ما تلفها. طلع محاول اختصر الطريق قدر الامكان قد ما فيني. شوف فيني اجيبها ب 25. اوه ضربني على ال 24، كانت وشيك. واشوف يعني لازم تكون وحش الوحوش حتى. اوه شوف لك كيف هي، اذا حبيت تجيب رقم اعلى من الرقم المعتاد. بس والله صعبة ها. ضربته بس 24 و26. اوكي شوف، جبت اول نجمة بس، معقول في ناس تجيبها ب 16 و66؟ واو، معناتها الشغلة كتير كبيرة. اوكي شوف كيف القفز، تقفز الحائط بالضرب. طب كيف هي؟ لحظة، اوكي اوكي وصلت 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 وصلت. ما راح تصدق، خليني اعيد، ما راح تصدق. طلع 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 طلع، شايف؟ والله كانت حلوة. لا 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 لا، طول باك طول باك طول. اذا زبطت تمام، شايف؟ هي بس لو تزبط تمام. فيك تمشي. اوكي اوكي شوف كيف المشي بيكون على الحائط، ما بدها كل هالصعوبة المشي على الحائط. اوكي ولا وحدة، تخيل ولا وحدة جبنا. بس الفكرة انه فيك تمشي على الحائط بدون ما تقفز. اول شيء بتمشي على الحائط وبس توصل عند الحافة بتضرب تقفز، سهل كتير. يلا اوكي خلينا نشوف اللي بعدها، عندي فضول. اوكي هالمرة نكسر الباب. اوكي اوكي وصلت وصلت وصلت.
ايه وبعدين يمين وبعدين واو مان اوكي لحظة واو اوكي شوف بدك تضل بالمرتفع ما تنزل لتحت طب اذا ما ضربت الوحوش عادي ولا لا ايه وبعدين وين الطريق حلو ها اوكي حلو كتير بس والله صارت صعبة والله صارت صعبة يا اخي لساتني وين لساتني حلو يا رب بس هي عشان ما تخاف اوكي الوحش 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 اوكي الوحش الوحش يا اخي الوحش يا اخي الوحش عند الوحش خسرنا عند الوحش خسرنا يلا على الاقل شفته بس ترى بتصعب ها كل ليفل تصعب اكثر من القبل بس بدك ما تخاف شايف بدك ما تخاف بس اوكي 25 كل ما جبت رقم يطلع اقل بشوي يا اخي والله ما بصير هيك لو تطلع 12 مستحيل حدا يجيبها ب 12 اوكي اوه شوف تعمل رول على الارض اوكي اه فيك تنزل لتحت اوكي حركات بركات جديده اوكي عملتها غلط اوكي تعال نشوف ما زبطت طيب هون فيني هون بيعطيك بوست اب للسرعة شوف هالمرة جبتها هالمرة جبتها خليني اعيدها مرة اوكي الو شوف تختصر الوقت فيها شوف 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 اوه 18 و31 هذا الرقم اقصى شيء فيني اجيبه حاليا هذا الرقم واو شوف هي مشي على الحائط صار اوكي خمسطعش يلا ممتاز اوه سيء يا اخي والله تعجيز الارقام شو 13 و13 و12 و9 مستحيل ترى تعجيز طب خلينا نشوف الليفل اللي بعده واو بدك تعرف اي باب اي طريق تدخل 58 هالمره جبتها احسن من المعتاد شوف واو جبت ثلاث نجوم ضل بس لا لا هالمره تمام هالمره تمام شوف كاتب لك 68 تاخذ نجمة ذهبية انا جبت 58 هالمرة كانت حظ ووحش بصراحة اوه شوف 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 لازم اجيبهم باقل وقت انا عرفت كيف طلع بس شوف هالمره جبت 74 اقل من 5 كان فيني اجيب 4 و12 بس هي بدك تحاول فيها اكثر من مره حركات البركات شوف لك
اوكي وصلت 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 وصلت. انت بس خد لك هاي الاشارة. ننزل اضرب واقفز. تأخرت ربع ثانية. الو الو كتير. امشي معه. لا اللي بالفيلد ضربني. اوكي كانت حلوة. تأخرت ربع ثانية. تأخرت ربع ثانية تانية. بس واو شوف 26.96 جبنا بس أول نجمة. بس أول نجمة والله ممتاز والله ممتاز. شوف الليفلات طلع مشينا 1 2 3 4 تقريبا. أشوف أشوف أنا هون أخذت 3 شايف. طلع عندك ليفل 8 و9 أخذت فيهم 3 ميداليات. واو هاي وهي واو. بصراحة الجيم صعبة فعلا فيها صعوبة قوية صعوبة قوية أكثر من المتوسط. فكرتها كتير حلوة قريبة من الباركور. بيعطيك انك تأسرع اذا نزلت على الارض. اذا كان في مثل تصحيط او نزلة بالارض فيك تأسرع. وعندك الحائط اذا ضربته بتقفز اكتر. وفيك تمشي على الحائط اذا حفظت التحكمات صح. اظن انك تمشي بالجيم بشكل ممتاز. لكن الجيم بشكل عام صعبة اكتر من المتوسط. يعني من اول ليفل تاني ليفل بلش تصير فوق العادي. بكل احوال هي الجيم اخذنا فكرة عنها ولعبنا تقريبا 10 ليفلات. بصراحة الليفلات قصيرة واذا كنت محترف بيكونوا اقصر. بعطي اللعبة من 10 بصراحة بعطيها 9 أو 8 كتير حلوة. رح نعتمد رقم 9. رقم 9 ممتاز لتقييم الجيم. اعطيني رأيك بالكومنتات واحكي لي اذا لعبت بالجيم ولأي ليفل قدرت توصل في مراحل. اذا رجعت لعبت فيهم ترى بتجيب ارقام بتجنن. لكن انا حبيت استكشفها واخذ فكرة عنها. وبنصحك تلعب بالكيبورد والماوس احسن بألف مرة من الكنترولر. شكرا كتير لك للمشاهدة ومتابعتك. وان شاء الله بنشوفك بألعاب وفيديوهات قادمة. لا تنسى تعطيني لايك وتشترك اذا كنت جديد. مع السلامة.